فرحان سعيد إبراهيم وويل دادي ستهاي لبيو تمنشير وحان أدشي خوي وكاليجي وبدوي هاي فرحان إساقو الميارة وحاو كدا عاي كابد دا قوري قودا تاني يحلقا سي وحادا لكا مصو بحين افكيسا يضوا انتا سيو ديرتا يحانونا كوكا عامرر كاقاركود ويضا دشي فرحان سعيد وحي كودا دا شي إسلا مركاسينا المهي دا إلا هاي كاليجي سي يجي سي قار خمي دا خاتير تا دالكا يوولي با دا خاتير تا جيس كافريكا حسي يشي وحا هو يضان لو شيغي إن هان دالكا فرحان وحبا لغاقا قبان كرين حدا با إلا هاي درتيو عاوي ويل كان ياري حانون كلا ديباتيسان سي لوغ يو دا خاتير تا ديبدا وحي تبرعا دا فضلان اوغو هغاچي لمبرا دا شاشة دا كموغدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وحن لجوغنا سعيد فرحان إبراهيم أو حنون صنيا لنا يري وحو كدعي ها كابد بو كدعي طبعا نو كابد دي عتان كيدي وحو كياني آموس وحو كياني وحو كياني حوقي سي اوكالا دانتالا وحو كياني اسكدن وحو كياني حوقي سي اوكالا دانتالا وحو بعد المركز دي هادلي مايو او اغلقي سي وحبا داني كما تشوغان وحو مركا او بعد بارك الله فيكم او والا ايلان يا هويدي ساكو تعبسان او اد يا اد اوغو دي الهي ها او الهي او نوليي ان وحو مركا او ويلكاسي او باهدي مر هوري وحي وينو دوب نوتيفيكينو كدوبني اللي هي واحد كاها اون مركاس ما قدرين ان وح كسو دشان وحو ربا دبد ان لو قادو او اسكدا دالكا غوديهيسا دا حركات وربا دالكا غوديهيسا وح وح كتري كرا وا لا واي وح وحو قبطا وحا اون حالد سكورو تي ان دبد لو دغو الهي وحنو كبرينا هورتي هاي عافباسكيسا او سو عليو اولا وعد وح بعسانا هو الله واحد الاحد قنيقا وح بخيا ان وحن كبريا يا الهي انو امديسا او سو سخرو هورتي الهي كبريا يا او الهي امديسا او جيبكودا وح او سو سارو الهي او سخرين الهي كبريينا وايو وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ورولك استغنى حريصا سمادا الذي كان حريصانيا والله في عون العبد ما كان عبد في عون اخيه يعني وحوي انا دونك انت ولالك او كالمين اي استغنى الهي او كالمين اي ما كان حاجه في اخيه كان الله في حاجتي وهذا حديث رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كمان قفك كفيدا قف ولالك سو ديباتو الدنيا ديباته كفيدا استغنى الهي ما انت قيامه كربده ادو اخره اي عقاب كجربا الهي كفيدا استغنى الهي وحن كبرينا الله دونكاس وحاينو او قبنو الهي hayni gafada kurbada iyo dhibaatada aan ilaahay ka baryayaa in ilaahay caafimaad iyo walaalayaalo wax loo baahan yahay waa ilmahaas inaga kuweeni waa qurux badan yihiin waa wanaagsan yihiin waa inoo shaqeynayaan guriga inoo masaxayaan biyahay soo dhaaminayaan haddii la ku sameeyo gadhkay feerayaan haddii la ku sameeyo ogol yahay islaanta gambooyinka u xirayaan waxa weeyaan wax badan dharkay meedhayaan wax badan oo barwaaqaabay inoo qabanayaan isagu waxa weeyaan waa ka halkaas u fadhiya adoonka inta leeg weeyaan wax hadal ka baxaya waa maqlaysan laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah waa raba adoonka inaynu wax u qabano oo inuu ilaahay yaani wax ugu sii dhiibano maalinta qiyaame xadiiska nabiga uu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam madhinto sadaqadu madhinto maalka qofka bini aadanka ay sadaqada uu bixiya madhinto ee waa bal way siyaadisa xanuunada waaweyn ee khatarta ah waxa weeyaan waxa faa'iido oo ilaahay adoonka kaga faa'iida xanuunkaas waa sadaqada weeyaan waxa ay dadan soomaalidu يعني إلهي من دمر كموز كبه يقولون أشد حلي هذا مرد عفتو يعني يقف هو هاله ونفتو كبه لما أرق و وإنك إلهي إنه قد يرجعني يا لكن سعادة سعادة مرد عفتو لكن ترى إلهي إنك إنه قد يرجعني يا ذو أذن نفتو كسب حيسو إن أنا صدقت سوق بحين أنا كبحين إلهي وح صدقت إنه قد كرني يا رجب الله أركي kan diiga raacay kansarka ahi intuu helay ilaahay sadaqad uu qof agoon masakiina agoon uu siiyay ilaahay maxaa ku dhaka faa'iiday walaalayaal waxaan leenahay war adoonkaas yar haade aan ku weena moogtay curyaankaba aga looma waayine caynka wax loo yiri kuwa cararayaalada inay ku cimri qaataan ilaahay ku weenu inagu wax naga tusaya yaa ilaahay caafimaad uma waayin laakiin inaga weeye inaga wax laynagu tusaya wax la leeyahay hay sun xarisano ha arkaan adoonka iyo wixii la mid ah ha arkaan
يا dadku insha Allah marka waxaan leenahay mid dabad jooga iyo mid guda jooga iyo mid waxaan ku dhadaayay qaraabe la ah iyo mid ehel la ah iyo mid ka fogba iyo mid islaamnimo wax ku tarayba dhamaan in wax lagu taro ayaynu rabnaa barakallahu fiikum way su duceynayna ilaahay waxaan ka baryayna qofkii qofka wax soo tara in ilaahay mashaakil oo dhan uu ka qabto maan ilaahay ka baryay mashaakil iyo masaa'ib oo dhan shadaadka shadaayada adduunka iyo tan aakhiraba ilaahay inuu ka qabto maan ilaahay ka baryayna adoonka yar miskiinka oo cid wax soo tarta wax gudaha wax ba waa laga qaban kari waay marka insha Allah ta'ala Allah idin barakeeyo hal loo soo dadaalo oo hal loo soo dadaalo oo hal loo soo dadaalo barakallahu